عم نطلع the voltage between the terminals of each load, ال اوكي RCA و صحيح AD عفاك. ايوه تمام. اي دي ومين كمان؟ وعندي سي بي و وعندي مين CB كمان؟ و BD. وبي دي. ممتاز ممتاز ممتاز. طيب تمام. شو القوانين اللي اعتمدنا عليها حتى شو اسمه الركب معادلات؟ طبعا احنا عندنا اربع انون، اربع مجاهيل، يو سي اي يو اي دي يو سي بي يو بي دي مثل ما قلت هلا يا مصطفى. تمام. طيب هو في عندك هون اربع انون، مثلا جينا اشتغلنا بالاول على اليو سي اي وعلى اليو اي دي. طبعا كم انون انت عندك هون؟ اثنين انون صح ولا لا؟ فبالمبدا بدك شو؟ بدك اثنين ايكويشنز حتى تقدر تعمل له ريزولفينج. اوكي، اول شغله لقينا انه مجموع اليو سي اي مع اليو اي دي، if you add up يو سي اي and يو اي دي together you'll get how many volts؟ 10 فولت. اوكي، ليش 10 فولتس؟ لانه اليو سي دي كلياتها 10 فولتس، ما هيك؟ اليو سي دي اللي هي نعم. مجموع اليو لا سي اي مع اليو أفينيكو. اي دي. اذا اليو سي دي اللي هي اليو سي اي بلس يو اي دي according to the law of additional voltages. اوكي، قديش بتساوي؟ بتساوي 10 فولتس by the law of uniqueness of what of voltages. اذا البطاريه 9 فولت، اليو بي ان 9، عفوا اليو بي ان 10 فولت، معناتها اليو سي دي كلياتها قد ايه؟ 10 فولت. هلا في شغله ثانيه، هسه بدي لينك ثاني بين اليو سي اي واليو اي دي حتى اقدر شو بيقولوا حل المعادله. كنت عم تحكيني المره الماضيه على 5 5 على 6 4 9 1 انه هال 10 فولت تبع البطاريه كيف تتقسم عليهم؟ هو شباب بيطلع 5 فولت ب 5 فولت، بس بتقدروا 5 تعطوا فولت. ايه مبرر؟ مزبوط. تمام، بس شو المبرر؟ شو لا المبرر؟ استاذ، لانه the four loads are identical. اوكي، اذا التوتال فولتج هون 10 فولت كلياته، بس هيدي هي نسخه عن هيدي، هدول اثنيناتهم تمام بتصرفوا بنفس الطريقه بالتساوي. اذا هيدي حتاخذ 5 فولت وهيدي حتاخذ قد ايه؟ حتاخذ 5 فولت. يو سي اي اند يو اي دي هاو ار ذي؟ كيف هن بالنسبه لبعضهم اليو سي اي واليو اي دي؟ identical. اوكي ايكوال. اذا يو اوكي سو بات يو يو سي اي ايكوالز يو اي دي، واتس ذا ريزن وي هاف وات وي هاف؟ ايدنتيكال ايدنتيكال لودز. شو بتصير لك انا الايكويشن يو سي دي ايكوالز يو سي اي بلس يو اي دي؟ شو بتصير لك؟ يو سي دي ايكوال 5 فولت بلس 5 فولت. صار لك انا عندي هحط بدل اليو سي دي 10 فولت، لان اليو سي دي هي قديش؟ 10 فولت، هعوض بدلها 10 فولت، لكن صار عندي 10 ايكوالز. اوكي هلا يو سي اي هيدي يو سي اي، يو سي اي هيدي يو سي اي بلس هيدي يو اي دي، بدي اعوض بدل اليو اي دي بالايكويشن هون، يو اي دي هي ذات اليو سي اي. اوكي يو سي اي، اذا صار لك انا عندي، صار لك انا عندي 10 ايكوالز 10 ايكوالز 10 ايكوالز 2 يو سي اي، 10 ايكوالز 2 يو سي اي. قد بتطلع اليو سي اي الوحده؟ 5. اوكي شو بصير عندي لكن هون؟ بصير عندي لكن فاينلي فاينلي وات ويل اي جيت؟ اي ويل جيت يو سي اي ايكوالز يو اي دي ايكوالز وات؟ ايكوالز 10 اوفر 2 ايكوالز 5 فولت، 10 اوفر 2 ايكوالز 5 فولت. يا احباب تفرق المساله اللي بعدها؟ المساله اللي بعدها بتنحل بنفس الطريقه اذا ند السيم واي؟ بلا، هي ذاتها، هي ذاتها. لما بده يطلب مني يو سي بي ويو يو هي بي دي ذاتها. شو راح اقول له؟ يو سي دي كلياتها 10 فولت، اوكي according to the law of uniqueness of voltages، بس يو سي دي هي يو سي بي بلس يو وات بلس يو بي دي، اذا نت اوكي. يعني معناتها شو بيصير عندي هون؟ بيصير عندي يو سي بي بلس يو بي دي اتس ايكوال تو 10 فولت، but these two loads are identical، اذا كل وحده منهم شو تساوي؟ تساوي 10 over 2 which is what, which is 5 فولت، اذا بيطلع عندي 5 فولت. How am I going to find U A B؟ فيني روح من ال A لل D وارجع بروح من وين؟ من ال D لل B. اعطيني طريقة تانية كمان مثلها بس غير لي الأحرف، فيك تسلك طريقة تانية. H C C B. تمام 100% 100% U A B هو مطلوب مني طلع، مطلوب مني طلع. هقول له U A B equals what؟ U عفوا U A B plus what plus U D B. ماشي U D B عم ناطح على شيء غير العمر. إذن U
بي. يلا قديش بيساوي اليو اي دي؟ يو اي دي از ايكوال تو وات؟ تمام وير اوكي اذا حيث وير عندي شغله ثانيه يلا يو اي دي اتس ايكوال تو وات؟ 5 فولت. هاي حليناها بالسؤال اللي قبل. يو دي بي بدك تساوي هلا يو دي بي ليش طلعت بالسؤال اللي قبله انا؟ طلعت يو سي بي وطلعت يو بي دي طلعت كل واحدة منهم 5 فولتس انا هلا بدي مش يو بي دي بدي يو دي بي بالعكس شو العلاقة بين يو دي بي ويو بي دي؟ ماينس 5 100% اذا هي عكس اليو بي دي اللي انا طلعتها بالسؤال الاول اللي كان بتساوي 5 اذا هي ناقص تبع شو تبع 5 فولتس يلا ليتس ريبليس ان ذا بريفيوس وان سو اليو اي بي بتصير 5 فولت بدل اليو اي دي 5 زائد ناقص 5 فولت بدل اليو اي بي ناقص 5 فولت اذا بلس نيجاتيف 5 قد ايه بيطلع على الاجمالي؟ اتس ايكوال تو وات؟ بيطلع جواب مع زيرو زيرو فولت اوه اذا عندي ما في بوتنشال ديفرنس نو بوتنشال ديفرنس بين وات بين اي اند وات اند بي بدي اعمل كومنت صغير عنها اليو اي بي اوكي طلعت عندي اللي هي انا بعرفها باي ديفينيشن اتس ايكوال تو في اي ماينس في بي ما هي ديفينيشن تبعتها بوتنشال اوف اي ماينس بوتنشال اوف بي از وات از يو اي بي قديش طلعت عندي بتساوي زيرو معناتها شو بصير بهالحاله هيدي شو بصير بهالحاله هيدي شو العلاقه بين الفي اي والفي اوف بي الفي اوف اي والفي اوف بي ذن في اوف اي كانه عفاك كانه كونكتنج واير اذا بس من وراء المعادله شغلتين تنقيصهم صفر معناتها هن قد بعضهم then v of a and v of b are what are the same so they are at the same potential they are a and b are at the same potential او no potential difference potential difference بتساوي صفر شو بين الاي والبي طيب هلا شيء متعلق بهذه الفكره بالبارت سي عم بيقول لك بالسي we connect A and B by a connecting wire. هل جبنا شريط كهرباء نحن؟ تمام. شريط ووصلنا وين هون؟ بين الـ A والـ B. Good. Now, does the potential difference across the terminals of each load change? هل السيركت بيتغير؟ هل الـ UCA اللي طلعتها أنت هلأ من الأول والـ UAD والـ UCB والـ UBD يطلعوا معك خمسة بخمسة 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 هون. تمام. في شيء بيختلف؟ شو رأيكم؟ طيب تمام اذا مين since the connecting wire since the connecting wire is not the source of energy ماشي اذا بدك بس ليك الجواب بس حلوه هالفكره بس هذا الجواب منه كثير ضئيل ليك سؤال شو بون الفي اوف اي والفي اوف بي قبل ما احط شريط الكهرباء انا قبل ما احط هيدا الشريط قبل ما هو يقترح علي هالاقتراح هيدا قديش كان الفي اوف اي والفي اوف بي قد بعضهم صح ولا لا أربعة. يعني هلا انت اذا جبت فولت ميتر هذا الفولت ميتر الرمز تبعه شو هو دائره تمام وعنده شو عنده في وعنده كم ماشي وجيت انت شو عملت حطيت وحده من التيرمينال تبع الفولت ميتر هون وحده ثانيه وين هون قديه يقرا هذا العمو هون وات ويل بي ذا ريدنج ذير ذا ريدنج ويل بي وات ويل بي زيرو فولت ماشي طيب هلا اعتبر انت جبت شريط كهرباء وصلت الاي والبي ببعضهم طب سؤال نحن عندنا قاعدة شو بتقول؟ Wherever we have a connecting wire, what's the voltage across its terminals? Zero. يعني خلاصة الكلام قبل ما تستعمل الشريط الكهرباء لتوصل A والB ببعضهم كان الفولتج عليهم صفر. هو لما بتحط شريط كهرباء بيدلوا هيدا الفولتج زيرو معناتها nothing will what will change. ماشي الكلام؟ إذا ما في شيء بالسيركت أبدا رح يتغير. قريبة بس إنه هيك طلعت معي. Already UAB is equal to يلا مين بيساعدني؟ is equal to what to zero when we connect A and B by a wire. What will happen for this UAB? Nothing will change. Okay. Then AB remains what? Remains a zero. Then can't the UAB صفر ولما أنا بوصل للA والB مع بعضهم بشريط كهرباء بدل ضل صفر. تمام؟ Remains what? Remains a zero. As a result, nothing will change. ما في شيء راح يتغير بالسيركت عندي nothing will change in the circuit واضحه هيدي اذا ولا فولتج من اللي انا طلعته بالاول شو يعمل حيختلف
هننتقل للسؤال اللي بعده. In the circuit, in the circuit of figure 239, B is connected to the face of the channel of the oscilloscope and A to its mass. إذا هيدا السيركت بين ال N وال P. شوفي هون، شو هيدا الاختراع اللي هون؟ What is this? Oscilloscope. لا 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 لا، روق روق روق، أنت شايف الماوس عم بتحوم حواله شو هلا؟ هون هيدا شو هيدا؟ داخلي. أيوه البتري، عندها positive pole و negative pole. Good. طيب، في عندي اثنين loads، اثنين resistors، اثنين lamps، أوكي؟ لقلب السيركت. شو هن النقط؟ أوكي، إذا في عندي P, C, B, A. ماشي، قال. B is connected to the entrance or to the face of the channel of the oscilloscope and A to what? To its mass. The vertical sensitivity of the oscilloscope is 4 volts per centimeter. تعال نكتب هذا الرقم على جنب لأنه يمكن نعوزه بشو بالحل. إذا vertical sensitivity تبع الاوسيلوسكوب ده بتساوي 4 فولت بكل مربع، 4 volts per division or 4 volts per centimeter. طلعوا لي بشاشة الاوسيلوسكوب، شايفينك عندنا جراف بيبر. ماشي؟ اوكي. شوفوا احبابي، خلينا نقول شغله، هذا الاوسيلوسكوب مطفي. هلا هو عنده شاشه، تمام؟ في شيء جوا بيخبط فيها بيخليها شو تعمل؟ تتوهج تضوي. بصير في عندي فلوريسنس هون. طيب، دورنا للاوسيلوسكوب. جود؟ طيب هلا بالاصل نحن اذا ما في سويبنج وين بيطلع عندك؟ بيطلع نقطة بالنص. بيطلع عندك لومينوس سبوت، صحيح، بيطلع على الزيرو، على الزيرو زيرو. جود. لما بتعمل سويبنج انت بصير هيدا لومينوس سبوت، شو بيصير؟ بيصير لومينوس لاين، خط. هلا ما في فولتج ابلايد على اي مستوى، على اي ليفل، على اي واي، شو اسمه اللاين عندي؟ على الزيرو. على الزيرو، عفك، تمام 100%. ليه؟ لانه ما في فولتج ابلايد. هيدا عنده اثنين شانلز، شانل 1 وشانل 2، يعني بيسمح لك تقيس شغلتين بنفس الوقت. نحن بكفينا نستخدم واحدة منهم. مثلا انا عندي هون شيء اسمه دي سي باور سبلاي، ماشي؟ هذا عندك لو فريكوانسي جنريتور، هيك هذا عنده القدره يعطيك كذا سيجنال. مثلا هذا اذا بتشغله بيعطيك مثلا ايوه بيعطيك الترنيتنج، بيعطيك تريانجولر سيجنال، بيعطيك سكوير سيجنال. شايف؟ هلا ما بدي اشتغل على الاي سي، خلينا نطفيه لهيدا على نحطه على جنب، خلينا نشتغل على الدي سي لانه هون عندي بطاريه. طيب شوفوا شغله، اول شيء لازم ركز على اي شانل، على شانل 1 ولا على شانل 2 اذا بدي اشتغل على الدي سي باور سبلاي؟ شانل 2. شانل 2 لانه هو موصل عليا. طيب تمام، لاحظوا الشغله يا احبابي، الكيبل تبع الاوسيلوسكوب تمام في بيطلع منه خطين، خط بيروح على الماس وخط بيروح على شو؟ على الانترنس والفيز. ماشي؟ بالفولت ميتر شو عندي؟ عندي كم وفي. بالفولت ميتر شايفين الخطين بالاحمر هون والاسود؟ عندي كم بالاسود وفي بشو بالاحمر. اما بالاوسيلوسكوب واحد منهم بيكون بيقولوا له ماس، تمام؟ واحد بيقولوا له ماس، وواحد شو بيقولوا له؟ بيقولوا له فيز او وات او انترنس، المدخل تبع الاوسيلوسكوب. استاذ الماس هو النيجاتيف؟ تمام، الماس كانه النيجاتيف، تمام، او الكم، والبلس هو كانه الفي او شو هو الانترنس اللي كانه هو الفي او البلس تبع مين؟ تبع الفولت ميتر. 100%. اذا هيدا الفيز او الانترنس، هيدا شو بيقولوا له؟ الماس اللي بالاسود. الاحمر الفيز، الاسود هو شو؟ هو الماس. على كل settings هون هلا، تمام، اول شيء انا عم اقيس دي سي سورس، تمام، معناتها هذا الفولت. عندي هلا الفيرتيكال سنسيتيفيتي، كيف عرفت الفيرتيكال سنسيتيفيتي؟ مين بيساعدني؟ شو مكتوب هون؟ فيرتيكال بير ديفيجن. لا، هي فولتس بير ديفيجن. ماشي، فولتس بير ديفيجن او فولتس بير سنتيمتر. يلا احبابي، هلا ده محطوط السنسيتيفيتي، الحساسيه تبعته قديش هي؟ عباره عن ده one. عباره عن 1 فولت بير وات بير ديفيجن. اذا جيت انا سجلت الباور سبلاي هوني، اوكي، بعده الكرزر تبع الفولتج مأشر على شو؟ على زيرو. حنيجي نزيد الفولتج شوي شوي. شوفوا باللومينس لاين شو بيعمل اللومينس لاين عندي، بيصير شو بيعمل بي المفروض يطلع. لا، ما طلع اللومينس لاين. اوكي، لانه هاتوا لنشوف مين عنده فكره why it's not working yet. اوكي، قايل له انا للاوسيلوسكوب اقرا لي حطه على شانل 1. ايوه ايوه تمام، اذا حط الاوسيلوسكوب على شانل 2. تفضل. طيب ماشي، اذا نحن هون هيدا ما في فولتج. طيب حنرجع نصغر الكرزر شويه صغيره ونشغل. دورنا جود. اها، نزل لمينس لاين لتحت. ليه نزل لمينس لاين لتحت؟ تحت الزيرو. ماينس لتحت. لانه الفولتج ابلايد هو نيجاتيف.
طيب خلينا بلا هلا من الفلسفه الفلسفيه هيدي، وشنو له مثلا عندي يا احبابي ححاول اطلع مثلا عندي هون 3 فولتس، ماشي 3 فولتس، كم خطوه بده يطلع هيدا الليمنس لاين؟ كم خطوه بده يطلع؟ بده يطلع 3 ستيب، اثنين، ثلاثه، 3 ليه؟ لانه كل مربع هو قديش؟ هو 1 فولت. اذا اعتبر انا هيدي الريدنج ما عندي اياها، اعتبر هالشاشه هون مخبيه، حطيت انا كارد بورد عليها ولزقتها، ما خليتك تشوف هون. عم بقول لك من المعطيات اللي عندك هون على الشاشه والاختيار اللي انت مختاره هون، تمام؟ تفضل قل لي الدال فولتج اللي انا عم بقيسه، شو بتقول لي انت؟ بتقول لي انا طالع مربع ديفيجن 2 3، طالع ثلاث مربعات، وانا بالاختيارات عندي قايل له للاوسيلوسكوب كل مربع عندك هو عباره عن 1 فولت. يعني معناته عندي 1 فولت 2 فولت 3 فولت. معناته الفولتج اللي انا عم اقيسه هو قد ايه؟ 3 فولت. طيب اعتبر انت ماشي عندك فولتج بيساوي قد ايه مثلا؟ بيساوي 10 فولت. طيب راح الليمنس لاين، كيف بدنا نرجع نسترجعه مره ثانيه؟ مين بيعطيني حيله لحتى، او شو لازم انا اعمل حتى ارجع الليمنس لاين ضمن النطاق المرئي؟ او كان اي ريتيرن ذا ليمنس لاين؟ استاذ ايه شو بتعمل؟ نعمل كل ديفيجن ايكوال 2 مثلا. اوكي بيصير عندي 1 2 3 4. هات لنشوف، ما بين الليمنس لاين، حتى لو حطيت على 2 ات ويل نوت ابير. شو الطريقه الثانيه؟ خلاص 4 ايكوال 5. بحط الاس في على الفايف، كل مربع كل ديفيجن هي قد ايه؟ هي 5 فولت. We have 5 volts per division. اذا عندي 5 volts 10 volts. اذا الفولتج ريد هو 10 volts. طيب اذا حطيته على 10 وين بيروح الليمنس لاين؟ على ال 1 على بيطلع على ال 1 على ال 1 100% معك حق، بينزل على ال 1. اذا يا احبابي الفولتج اللي عم ينقص دائما 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 شو بيساوي؟ بيساوي عدد الديفيجنز اللي عندي هون على السكرين هوني، اللي شيء مسميها نحن هذا الاكسس، اي اكسس عم يلعب دور هون؟ هذا الهوريزونتال اكس، وهذا الفيرتيكال شو هو؟ واي. اذا ديسبيسمنت واي عدد الخطوات اللي عندي هون ضرب شو؟ ضرب يعني مثلا هون كم خطوه عندي؟ خطوه 1 1 جود. قد ايه الفيرتيكال سنسيتيفيتي تبع الاوسيلوسكوب؟ 10. اذا عندي 1 ستيب او 1 ديفيجن times what times 10 volts per division، اللي بيطلع عندي 10. طيب اذا انا حطيت هلا الاوسيلوسكوب على الاس في 5 volts per division، شو بيصير عندي؟ بيصير عندي الواي قديش بتساوي؟ بتساوي 1 2، بتساوي 2. طيب بس الخطوه قديش؟ الخطوه هي عباره عن 5 volts، لانه انا حاطط السنسيتيفيتي الحساسيه تبع الاوسيلوسكوب هي 5 volts per division. اذا 2 divisions and each division is 5 volts. اوكي سو وي هاف 2 times 5 which is what which is 10 volts. وضحت الفكره كيف تشتغل؟ كيف بيشتغل الاوسيلوسكوب؟ نعم. اوكي تمام، الله ينعم عليكم يا رب. اللي قلناه كخلاصه نحن هون من وراء الدسكشن اللي شفناها على السيميوليتر، انه اذا بدك بدي اكتب انا هيك شوي صغيره على جنب، انه دائما دائما الفولتج اللي انا بقيسه، اذا اليو ميجر شو بيساوي؟ بيساوي قديش الفيرتيكال سنسيتيفيتي اللي انا مختارها 5 فولت بير ديفيجن ولا 10 فولت بير ديفيجن، ضرب شو؟ number of what of divisions اللي هو شو؟ اللي هو الواي. السؤال الاول which potential difference is measured by the oscilloscope؟ قال الاوسيلوسكوب عم بيقيس يو اي بي ولا يو بي اي؟ يو عم الفولت بيمشي من البوزيتيف للنيجاتيف. اوكي بس في شغله انا الانترنس والماس هن بيقرروا. الاوسيلوسكوب شو بيقيس؟ الاوسيلوسكوب بيقيس اذا ذا اوسيلوسكوب measures what? Which voltage? The potential difference U entrance mass. ليكو الفولتميتر شو عنده الفولتميتر؟ الفولتميتر عنده شو؟ هيدا الفولتميتر عنده أحبابي، عنده V وعنده شو كمان؟ وعنده كم. طيب تمام، دايما الفولتميتر شو بيقيس؟ بيقيس ال potential difference applied بين ال V وبين شو؟ بين ال V وبين الكم، ماشي؟ فانت اذا جيت عكست التوصيلات، تمام، حطيت مثلا ماينس هون وبلس هون، شو بيصير؟ بيطلع هيدا، بيطلع هيدا نيجاتيف. هيدا مثله بيقيس يو مقابل الفي بالاوسيلوسكوب في الانترنس او الفيز، وشو في مقابل الكم او الماينس؟ في عندك شيء اسمه شو هو؟ في شيء اسمه الماس. اذا الاوسيلوسكوب دائما بيقيس الفولتج بين الانترنس وشو؟ والماس. طيب هلا مين موصل على الانترنس؟ سنس البي عفوا.
إذن الـ B هي connected على الـ entrance. إذن since B is connected to the entrance, ومين موصل على الماس؟ نعم والـ A and A to its mass. الماس N. شو بيصير مع الحالة هايدي؟ معناتها شو بيصير؟ Then the oscilloscope measures UBA. أيوة. U entrance mass تبعت الأوسيلوسكوب اللي هو بيقيسها it's equal to يلا الـ E مين موصل على أي نقطة؟ الـ E is connected to what؟ الـ E هي عفك الـ E والـ B هن نفس النقطة. إذا صارت بتساوي U B good. مين موصل على الـ M؟ الـ M هو مين؟ الـ M هو نفسه مين؟ هو نفسه الـ A. أوكي أي. معناتها لكن الأوسيلوسكوب عم بيقيس شو؟ UBA. عفاك. قال the luminous line moves to the top upward. نزل طلع luminous line لفوق ولا نزل لتحت؟ لفوق. طيب يعني معناته أنا عندي positive voltage. طب ليه عم يطلع luminous line لفوق؟ ليه ما عم ينزل لتحت؟ حدا كان عنده comment عليا هاي من شوي. أستاذ أنا عم نمشي من المسجد. positive. لأنه الانترنس اللي هي بتلعب دور الفي بالفولت ميتر موصولة على مين؟ على البلس. الماس اللي بتلعب دور الكم موصولة على شو؟ على الماينس. إذا أنا عندي هلا هون فولت ميتر وصلت الفولت ميتر أوكي هون على البلس والكم على شو؟ الفي وصلت على البلس والكم وصلت على الماينس يطلع عندي بوزيتيف ولا نيجاتيف ريدنج؟ بوزيتيف. بوزيتيف ريدنج. وعلى الأوسيلوسكوب اللومينس لاين شو بيعمل؟ بيتحرك لفوق. إذا واي إز وات إز بلس 2.5 centimeters أو divisions. يلا what is the value of the measured voltage؟ عندي معلومات كان عن كمان عن الأوسيلوسكوب كتبتها فوق الأستاذ. الحساسية تبع الأوسيلوسكوب 4 فولت بير سنتيمتر. عفك. طيب اليو ميجرد إذا لكن أنا عم أقيس هلا أنا وياك اتفقنا بالسؤال اللي قبله يو بي أي. I'm measuring يو بي أي. يو بي أي شو بيساوي؟ قد إيه أنا حاطط سيتنجز على الأوسيلوسكوب ضرب شو ضرب الواي دلس في 4 فولت سو 4 فولت بير وات بير سنتيمتر البير يعني ديفايدد باي موافقين معي بير معناتها اوفر بنا اوكي الواي قديش بتساوي مربعين ونص 2.5 سنتيمتر ليكو فينا نعمل كانسليشن لشيء هون بقلب الكالكوليشن يلا في يونت موجوده فوق وتحت هي ذاتها استاذ هيدي سنتيمتر عفاك بيروحوا بيكنسلوا بعضهم بتصير 4 ضرب 2.5 بتطلع 4 فولت تطلع 10 فولت 10 شو اليونت اللي ضليت فولت اذا 10 فولت صعبه صعبه شيء لا ابدا